بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي برنامج للتسامح وطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. تقول إحدى الطبيبات: دخلت علي في العيادة امرأة في الستينات بصحبة ابنها الثلاثيني، لاحظت حرصة زائد عليها، يمسك يدها ويصلح لها عبايتها ويمد لها الأكل والماء. بعد سؤالي عن المشكلة الصحية طلبت الفحوصات، بعدين سألتها عن حالتها العقلية لأن تصرفاتها مو طبيعية ولا هي موزونة ولا ردودها على أسئلتي طبيعية. فقال إنها مختلة عقلية منذ الولادة، أي منذ ولادة والدته هي مختلة عقليا. تقول الدكتورة: تملكني الفضول فسألت من يرعاها؟ قال أنا. قلت نعم والله، لكن من يهتم بنظافة ملابسها وبدنها؟ قال أنا أدخلها الحمام أكرمكم الله وأحضر ملابسها وأنتظرها إلى أن تنتهي، حتى أصفف ملابسها وأصفف شعرها وأضع ملابسها في الدولاب وأشل المتسخ من وأضعه في الغسيل وأشتري لها الناقص من الملابس. قلت ليش ما تجيب لها خادمة؟ قال لأن أمي مسكينة مثل الطفل حتى ما تشتكي، وأخاف أن الخدامة تأذيها. هني تقول الدكتورة اندهشت من كلامه ومقدار بره. قلت أنت متزوج؟ قال نعم الحمد لله وعندي أطفال بعد. قلت عيل زوجتك هي اللي ترعى أمك. قال هي ما تقصر، هي تكمل الأكل وتقدم حقها ويبت حق زوجتي خدامة عشان تساعدها، لكن أنا أحرص أن آكل معها حتى أطمئن عشان السكر عندها. ازداد إعجابي ومسكت دمعتي بالقوة. تقول الدكتورة: اختلست نظرة إلى أظافرها فرأيتها قصيرة ونظيفة ومقلمة. قلت من يقلم أظافرها؟ قال أنا بعد. قال يا دكتورة هي مسكينة. نظرت الأم لابنها وقالت متى تشتري الشيبس؟ تعجبت. قلت شيبس؟ قال بشري الحين أوديك البقالة وبناخذ اللي تبينه. طارت الأم من الفرح وكأنها طفلة وقالت هيه هالحين هالحين. التفت الابن لي وقال لي والله يا دكتورة إني أفرح لفرحتها أكثر من فرحتي بعيال الصغار. تقول الدكتورة: سويت نفسي أكتب في الملف حتى ما يبين إني متأثرة، وسألت ما عندها غيرك؟ قال أنا وحيدها لأن الوالد طلقها بعد شهر من ولادتي. قلت يعني رباك أبوك؟ قال لا، اللي ربتني يدتي رحمة الله عليها، كانت ترعاني وترعاها بعد وتوفت. توفت يدتي عمري 10 سنوات. قلت هل رعتك أمك في مرضك أو تذكر أنها اهتمت فيك أو فرحت لفرحك أو حزنت لحزنك؟ قال دكتورة أمي مسكينة من عمر 8 سنين تقريبا وأنا اللي شايل همها وأخاف عليها ورعاها. تضيف الدكتورة تقول كتبت الوصفة وشرحت له الدواء، مسك يد أمه وقال يلا الحين بنسير البقالة. قالت لا ما بالبقالة. قال وين بتسيرين؟ قالت بروح مكة. استغربت قلت لها شو بتسيرين مكة؟ قالت هي بسير مكة. قلت لها ليش؟ قالت عشان بركب الطيارة. قال خلاص بنروح مكة الغالية. قلت له هي ما عليها حرج وغير مكلفة أصلا، لو لم تعتمر ليش توديها وتضيج على عمرك؟ قال يمكن الفرحة اللي بتفرحها إذا وديتها أكثر أجر عند الله عز وجل من عمرتي بدونها. خرجوا الأم والابن وأقفلت باب العيادة وقلت للممرضة أحتاج للراحة. بكيت من كل قلبي. أعزائي المشاهدين، هذا الابن يهتم بأمه وهي فقط حملت وولدت، لم تربي، لم تسهر الليالي، لم تمرض، لم تدرس، لم تتألم لألمه، لم تبكي لبكائه، لم يجافيها النوم خوف عليه، لم ولم ولم. ومع كل ذلك هذا البر. تذكروا أمهاتكم وآبائكم وقارنوا حالكم بحاله، فكروا بأبنائكم، هل ستجدون ربع هذا البر؟ إخواني، إذا كانت أعباء الحياة والعمل وضيق الوقت هي السبب الرئيسي في البعد عن والدينا، فعلينا انتهاز الفرصة، فرصة العيد الآن قريب، العيد بعد يوم أو يومين،
نقضي هذا الوقت وياهم لإسعادهم بتحقيق كل رغباتهم كما كانوا يفعلون معنا ونحن صغار. فكبير العمر تكون مشاعره مرهفة جدا وحساسة، وهو يرى أن أفنى حياته كلها في رعاية أبنائه وتربيتهم والاهتمام فيهم، ولم يتأخر في لحظة من اللحظات في إسعادهم حتى لو على حساب سعادته. وحينما هلكت صحته وتقدم به العمر لم يجد من يهتم به ويرد له ولو جزء بسيط من تضحياته. مشاهدين الأكارم، لدينا مداخلة هاتفية مع الدكتور صالح عبد الكريم البلوشي، مدير برنامج الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة جميرة في دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، ومرحبا بك مرة أخرى في برنامجنا للتسامح وطن، وحياك الله. لنا الشرف، الله يحفظك. نحن نتشرف بك دكتور، سلمك الله. ننطلق بداية سؤالنا عن جامعة جميرة. جامعة جميرة علمنا بأن هناك اتفاق حصل بين صندوق الزكاة والجامعة لدعم الطلبة المعسرين في جامعتكم، حفظك الله، تحدثنا عن هذا الموضوع سلمك الله، ثم نتطرق إلى موضوع آخر. نعم، في الحقيقة من أجمل الشراكات المؤسسية، نعم، التي خرجت للنور في شهر رمضان هذه الحملة، نعم، المشتركة بين جامعة جميرة وصندوق الزكاة، نعم، فهي انعكاس لرؤى الدولة في النهوض بالتعليم وإعداد الأجيال المبدعة. تأتي هذه الحملة زكاة أموالنا مستقبل شبابنا كمبادرة أمل للطلبة العاجزين عن إكمال مسيرتهم الدراسية بسبب أحوالهم المادية، ولك أن تتخيل معي كم من البهجة والسرور والفرحة والحبور الذي يدخله المرء على قلوب هذه الفئة من الطلبة وعلى ذويهم. والمساهمة يعني في مثل هذه الحملات مساهمة في بناء المجتمع الريادي. جميل. الذي يتطلع لتخريج الكتائب الشبابية المبتكرة النافعة للوطن. الحمد وأصحاب لله. الأيادي البيضاء دائما يبحثون عن أفضل المصارف لزكاتهم، وهذه الحملة تتيح لهم فرصة جعل أموالهم في أفضل صفات الاستحقاق في وضعها لطلبة العلم الأكاديميين. ونحن نثمن في جامعة جميرة دور صندوق الزكاة ورقي تعاونهم، نؤمل أيضا من رواد الإحسان أن يكونوا معنا في هذه الحملة حتى تؤتي أكلها. وأشكر يعني إتاحة هذه الفرصة للتعريف بهذه الحملة في برنامجكم للتسامح وطن. هذا واجبنا دكتور، سلمكم الله وجزاكم الله خير على مجهوداتكم، وأيضا نشكر صندوق الزكاة في أبوظبي حفظكم الله. دكتور، ننتقل إلى موضوع آخر. الآن نحمد الله سبحانه وتعالى بأن يعني نحن قريبين على انتهاء الشهر الفضيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تحدثنا دكتور عن العيد وقرب العيد وأهميته للمسلمين حفظك الله. في الحقيقة أولا نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام. اللهم آمين. الاستعداد لا شك العيد يكون يعني من صور كثيرة جدا، يعني هذه شعيرة تتكرر في العام مرتين، شعيرة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. فالإنسان أول شيء يحرص على إظهار شعائر الدين، يعني من الحرص على الصلاة وحضور صلاة العيد وخطبة العيد واصطحاب الأبناء حتى يستشعروا هذا المعنى الجميل الذي هو من أفراح المسلمين ومن صور البهجة عندهم. كذلك ينبغي أن نستشعر جانب التواصل. نعم. فالعيد فرصة للتواصل مع الناس، نبدأ بأقرب الناس، الأرحام، ثم الجيران، ثم الأصحاب، ثم غيرهم. أيضا هناك معنى آخر وهو متعلق بعام التسامح. معنى التسامح، العيد في الحقيقة فرصة لتطهير القلوب وتجديد العلائق. اليوم كم من قطيعات للوشائج وكم من تشققات في الأواخر، فهذه فرصة في العيد أن الإنسان يتجاوز هذه الإحن والخلافات ويعيد العلاقات مع الناس. حتى بعض الناس هناك لديه خصومة مع أقرب الناس. صحيح. وأيضا العيد فرصة في الحقيقة للهو المباح،
لا سيما جانب الأطفال، أن ندخل عليهم الفرحة ونتيح لهم اللهو المباح. أيضا لما نأتي للعيد في الحقيقة أمر أنا أود أن أؤكد عليه، في شخصيات لا ننساهم في العيد بالدعاء والمعايدة. يعني الفئة الأولى هم الجنود البواسل في اليمن، اللهم آمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم يا رب، نكون معهم وأن نعايدهم وأن ندعو لهم بالخير، فهم على الثغور ويدفعون عنا شرا كثيرا، نسأل الله أن يحفظهم. وأيضا في الوقت نفسه راك الفئة الثانية وهم أصحاب الأسرة البيضاء، نعم، الذين بين الجدران الأربع في المستشفيات، الذين يتمنون أن يشاركوا الناس في هذه الأعياد. نعم. فإن استطعنا أن نصل إليهم وأن نشاركهم الفرحة فهذا شيء جميل. وأيضا الفئة الثالثة هم الجنود المجهولون الذين يعملون حتى في وقت صلاة العيد. نعم. سواء من المؤسسات الأمنية أو المؤسسات الطبية أو غيرها من الجهات الذين يعملون في هذه الأوقات الحرجة، فهؤلاء في الحقيقة يستحقون التكريم ويستحقون أن نرفع لهم القبعة. وأيضا آخر شيء يعني أختم به، إدخال الفرحة على الفقراء، لأن العيد من مقاصده إدخال الفرح على هذه الفئة. لا نريد أن نرى يتيما منكسرا يا الله أو جميل. فقيرا يرى الناس، ينبغي أن نشاركهم هذه الفرحة وأن نساهم في إغنائهم كما جاء في بعض الآثار. فالعيد فيه مقاصد شمولية كبيرة جدا الإنسان يسعى لتحقيقها. سلمك الله دكتور، شكرا لك دكتور صالح البلوشي على مداخلتك الطيبة، بارك الله فيك. ونذكر أيضا الجمهور بأهمية دعم اتفاقية ومبادرة جامع الجميرة مع صندوق الزكاة، ونذكرهم أيضا بالاهتمام وإيصال المحبة والعيد والمباركة للآباء وللأمهات وللأخوان. شكرا لك دكتور صالح وجزاك الله خير. شكرا لكم. حفظك الله دكتور، شكرا لك. سؤالنا اليوم جمهورنا ومشاهدين الأكارم يقول السؤال: متى تم تأسيس وزارة التسامح في دولة الإمارات؟ متى تم تأسيس وزارة التسامح ومن هو وزيرها الحالي؟ متى تم تأسيس وزارة التسامح ومن هو وزيرها الحالي؟ وتواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة على شاشتنا. هدايانا اليوم 500 درهم، هداينا اليوم 500 درهم وتابلت وجهاز لوحي، هداينا اليوم 500 درهم وجهاز لوحي. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدين الأكارم، ونذكر بسؤال حلقة اليوم: متى تم تأسيس وزارة التسامح ومن هو وزيرها الحالي؟ عدنا لكم مرة أخرى ونذكر بالسؤال: متى تم تأسيس وزارة التسامح ومن هو وزيرها الحالي؟ جوائزنا لهذا اليوم عبارة عن 500 درهم عيدية حلوة، بالإضافة إلى جهاز تابلت، جهاز لوحي ذكي. طبعا تم تأسيس وزارة التسامح من كم من سنة، موبايد يعني، اللي يبحث في جوجل بيلقى الإجابة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. مثل ما يقولون الشيخ جوجل بيعطي كافة المعلومات الوافية والكافية. وناخذ اتصالات. مرحبا يا أخت ندى. ندى من الفجيرة. كيف الحال؟ مرحبا والله، إيش حالك؟ طيبة؟ والله الحمد لله طيبة. كيف الاستعداد للعيد؟ طيب؟ والله الحمد لله، هينا مستعدين إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. متى تم تأسيس وزارة التسامح؟ ومن هو الوزير؟ والله 2016. طيب الوزير منو؟ وزيرها ما بين إشي على الجوجل. أعطيني. شو رأيك بعطيلك ثلاث إجابات؟
شو رايك؟ اعطيني ثلاث. الشيخ لبنى القاسمي او الشيخ نهيان بن مبارك او الشيخ عبد الله بن زايد؟ القاسمي. للأسف نحيان خلاص إجابتي صحيحة، إجابتي صحيحة ولا يهمش، إجابتي اللي غششت صح، سلمينا على اللي غششت. يعطيك العافية. ولدك؟ الله يعطيك العافية. ولدي ما شاء الله، سلمينا عليه. الله يحفظ لك يا رب العالمين. الله يحفظ لك. الله يخليك. طبعا هي وزارة التسامح، الوزارة الأولى في العالم، وزارة التسامح الأولى عالميا، لا توجد وزارة تسامح سابقا، فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني موجود في دولة الإمارات وزارات متنوعة ونوعية وجميلة. بناخذ اتصال. الأخت ولاء مرحبا من عجمان. الأخت ولاء مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبتين، كل عام وانت بخير. وانت بخير وسلامة. شو الإجابة؟ في عام 2016 والوزير الحالي معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان. نهيان بن مبارك النهيان، عسى الله يطول بعمره ان شاء الله ويحفظه يا رب العالمين. وشكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافيه. معانا محمد. مرحبا يا محمد. محمد من الفجيره اظن. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وش حالك محمد؟ الحمد لله. من الفجيره؟ من الفجيره. والنعم والله فيك. من هو وزير التسامح ومتى تاسست الوزاره؟ تأسست الوزارة في عام 2016. نعم. والوزير تبعها نهيان بن مبارك آل نهيان، الشيخ نهيان بن مبارك، عسى الله يحفظه يطول بعمره. شكرا لك يا محمد، شكرا لك. معنا هناء من الفجيرة. تفضلي أستاذة هناء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تعطينا الإجابة. 2016 الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. 2016 أو 19؟ 2019. لا، شو رأيك أنا بقول لك 2016؟ كأني سمعتك قلتي 2016 صح؟ مو ب 19، ما سمعتها 19. 2016. إيه أنا ما سمعتها 2019. إيه. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك، شكرا. لا أنا ما سمعتها. مرحبا إلهام. السلام عليكم. مرحبا إلهام. السلام عليكم إلهام. إلهام من إمارة العجمان. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك إلهام؟ وأنت بخير وسلامة. شو هي الإجابة؟ إجابتين نبغي. 2016 إيه. والشيخ نهيان بن مبارك. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عسى الله يحفظه يطول في عمره يا رب العالمين. إجابتي صحيحة، شكرا لك. شكرا. الوزارة تأسست في 2016، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الله يطول بعمره. معانا فاطمة من الفجيرة. نقول ألو. نقول ألو فاطمة. ألو، مساء الخير. مساء النور والعافية والسرور، وكل عام أنتم بخير يا رب العالمين. ألف خير، الله يسلمك. تعطينا الإجابة، طول بعمرك. عام 2016 إيه. أسسها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وتأسست سنة 2016. أسسها صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، عسى الله يحفظه يطول في عمره. آمين يا رب. الله يحفظ، شكرا لك. شكرا. ندى من الفجيرة. رغد من الفجيرة. تفضلي أستاذة رغد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش حالك يا أخت رغد؟ الحمد لله، يعطيك العافية. شو استعدادكم للعيد؟ الحمد لله تمام. شو سويتوا في البيت؟ معجنات، كعك، شيء، كيك؟ أيوة أكيد لازم، هاي تزهبون وهاي الشغلات لازم. زين، جميل جميل. شو هي الإجابة؟ تأسست وزارة التسامح عام 2016. نعم. والوزير الحالي هو معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. صحيح، إجابتي صحيحة، أسأل الله يطول بعمره ويحفظه يا رب العالمين. ندعو له بالخير والسلامة يا رب. الله يحفظك، الله يحفظك. تأسست العديد من المؤسسات للتسامح، منها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للتسامح أيضا في 2016 أيضا. نعم نعم، جميل جميل، إجاباتكم جميلة وتفاعلكم جميل مستمعينا. ناخذ زينب من إمارة عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأكارم، وياكم أختكم زينب. تفضلي زينب. دام فضلك.
العام 2016 والشيخ نهيان بن مبارك. ما شاء الله ما شاء الله. شو الأجواء هناك عندكم في إمارة عجمان؟ طيبة؟ هي الحمد لله. كأن اليوم شوي رطوبة صح ولا؟ هي اليوم شوي حر. هي الحمد لله، الحمد لله على نهاية رمضان. يعني أنا شوي حر مو بايد في رمضان. هي الحمد ما شاء لله. ما شاء الله الأجواء جميلة ما شاء الله. صحيح؟ عسى الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال يا رب العالمين، وأن يعود حبيب. علينا وعليكم بالخير والسلامة يا رب. الله يحفظكم. شكرا لك زينب. معنا تغريد من إمارة من مدينة العين. تفضلي تغريد. تغريد من العين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك أختي تغريد؟ الحمد لله بخير. أظن الأجواء في العين عندكم طيبة صح؟ الحمد لله والله. مو بحر يعني. الله أعلم عاد. بكرة العيد ولا بعد بكرة؟ إن شاء الله خير، بكرة ولا بعد بكرة إن شاء الله بي العيد وإحنا بخير وسلامة ودولتنا بأمن وأمان يا رب. الله يا رب. تعطينا الإجابة سلم إن شاء الله. عام 2016 الوزير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. 2016 والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عسى الله يحفظه ويطول بعمره ويطول بعمر كل المسؤولين وكل الشيوخ ويحفظهم يا رب. آمين يا رب. الله يحفظكم، الله يحفظكم جميعا. ما شاء الله التفاعل جميل والإجابات كلها صح. منو من العين؟ إبراهيم من العين. تفضل يا أخو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش حالك يا أبو خليل؟ الحمد لله. إن شاء الله طيب. تقبل الله الطاعات. منو منك صالح الأعمال يا رب العالمين، ونقول لكم كل عام بخير على قرب حلول العيد. عاد علينا وعليكم. عليكم جميعا يا رب العالمين. تعطينا إجابتك الغالي. 2016 إن شاء الله الشيخ مبارك. الشيخ نهيان صح؟ نهيان. نعم. صح؟ نعم. شكرا لك، شكرا لك الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، عسى الله يحفظه يطول بعمره يا رب العالمين، ويجزاهم خير شيوخنا ومسؤولينا على على. نعم. منو ويانا؟ احمد. احمد من الفجيره. تفضل اخوي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك اخوي؟ الاجابه 2016 والوزير الشيخ نهيان المبارك. نهيان بن مبارك النهيان. ايش حالك اخوي؟ انت طيب تمام؟ بخير والله الحمد لله. اجابتك صحيح، نتمنى لك الفوز يا رب ان شاء الله. اليوم عندنا جائزتين، جهاز لوحي و500 درهم. شو تحب لو طلع اسمك؟ والله 500 عشان نعيد على الأولاد. عسى الله يحفظهم لك يا رب العالمين. آمين يا رب. ويجعل أيامكم وأيامنا دائما أعياد وسرور وفرح يا رب. آمين يا رب. وكل بلدان المسلمين. وعلى جميع المسلمين يا رب. يا رب العالمين. على شعب الإمارات. آمين وعلينا وعليكم. شكرا 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 لك. شكرا شكرا لك. مع السلامة. الأخت أسماء تفضلي. الأخت أسماء مرحبا. أسماء من الشارجة. مرحبا يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا اسماء؟ خير الحمد لله. تعطينا الاجابه. تاسست سنه 2016 ووزيرها الحالي الشيخ نهيان. نعم. بن مبارك آل نهيان. نهيان بن مبارك آل نهيان. ومعنا الاتصال الاخير، ونقول ابو ونقول الو اخوي عبيد. مرحبا عبيد من راس الخيمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعطينا الجواب. 2016 الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. شكرا لك اخوي عبيد، مع السلامه. واخواني المشاهدين ناخذ فاصل ورد لكم، خلكم قريبين على الشاشه. مشاهدينا الأكارم، عدنا لكم مرة أخرى، ونذهب مباشرة إلى الزجاجة البلورية السحرية، نسحب منها اليوم الفائزين اثنين، واحد ب 500 درهم والثاني بتابلت. الفائز الأول ب 500 درهم تغريد عبد الرحمن من العين. مبروك يا أختي تغريد، 500 درهم تستاهلين، عسى الله يوفقك إن شاء الله. مبروك عليك، عيدية طيبة. والفائز الثاني يفوز ويانا بجهاز لوحي تابلت. نقول منو؟ محمد حسين شرف الدين من الفجيرة. محمد حسين شرف الدين من الفجيرة. أظن هذا الأخ اللي قال أبغي 500 درهم.
أظن هذا هو. شكرا لكم مشاهدينا. طبعا إحنا الآن في الأيام الأخيرة وقرب حلول عيد الفطر المبارك نرفع أسمى التبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولجميع شعب الإمارات وللمقيمين على أرضها بالخير واليمن والسعادة بمناسبة حلول العيد، ونتمنى لهم الأمن والأمان، وندعو لولاة أمرنا وندعو لآبائنا وأهلنا كلهم بالخير. مشاهدين الأكارم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني